وجميل سيدنا النبي وجميل قمر سيدنا النبي قمر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان يعني نصف الإيمان فالله تبارك وتعالى شرع العبادة تزكية للنفس وتطهيرا للقلب قال تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد تزكية للنفس وتطهيرا للقلب فالعبد عندما يقف بين يدي ربه تبارك وتعالى مناجيا له في صلاته يجب أن يكون طاهر البدن والثوب والمكان طاهر البدن والثوب والمكان لأن العبادة مفتاحها النظافة وأساسها النظافة ومن الحكم السامية التي سبق الإسلام بها الطب الحديث عناية الإسلام بهذه الأعضاء الظاهرة من الجسد التي تتعلق بها الأتربة والجراثيم فتؤثر بالسلب على صحة الإنسان لذلك كان الوضوء أو الحكمة من تشريع الإسلام للوضوء الذي يتكرر في اليوم عدة مرات لتبقى هذه الأعضاء طاهرة ونظيفة فلا ينبغي للإنسان أن يكون رث الثياب غير نظيف أشعث أغبر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل يا رسول الله إن الرجل منا يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس النبي في بداية الحديث يحذر من الكبر ففهم رجل من الجالسين أن الكبر معناه أن يكون الإنسان نظيف الثياب نظيف النعل حسن الهيئة فقال يا رسول الله إن الرجل منا يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن فبين النبي صلى الله عليه وسلم معنى الكبر الحقيقي ألا وهو غمط الناس ازدراء الناس غمط الناس وازدراء الناس وبطر الحق معنى بطر الحق يعني أن يكون الإنسان عالما بأن هذا حق ثم لا يقبله ويتكبر عليه هذا معنى الكبر الحقيقي النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ذات يوم ثائر الرأس شعر الرأس واللحية فأشار إليه يعني قم بتنظيف ذلك بتسكين ذلك فذهب الرجل وحسن من هيئته ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس ذلك خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان وفي رواية ثانية
رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أشعث الرأس، فقال صلى الله عليه وسلم: أما وجد هذا ما يسكن به شعر رأسه؟ من كان له شعر فليكرمه. وفي رواية ثالثة رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على ثيابه وسخ، فقال: أما وجد هذا ما يغسل به ثوبه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يحث أصحابه على النظافة، على الطهارة، على التطيب. فالإسلام جاء وشرع الوضوء كما ذكرت لكي يكون الإنسان دائما نظيفا، دائما على طهارة. هذا الوضوء الذي به يعرف المؤمن من غيره في يوم القيامة، يعرف المؤمن عن غيره في يوم القيامة. ما معنى هذا الكلام؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه: وددت لو أني أرى أحبابي. فقال الصحابة: يا رسول الله، أولسنا أحبابك؟ قال: لا، أنتم أصحابي. إذا من أحبابك يا رسول الله؟ قال: قوم يأتون من أمتي، يأتون بعد من أمتي، يأتون بعد هؤلاء الصحابة. قد يكون نحن أو من يأتي بعدنا أو من جاء قبلنا، هؤلاء هم أحباب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف تعرفهم يا رسول الله؟ قال: يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. انظر، من آثار الوضوء. الغرة هي البياض في جبهة الفرس، والتحجيل البياض في قدمي الفرس. ومعنى الكلام: يأتي المؤمن المحافظ على الوضوء في جبهته وفي قدميه نور، وهذا من باب التشبيه. لهم علامات تميزهم في يوم القيامة، وجوههم مشرقة في يوم القيامة من آثار هذا الوضوء. فالإسلام كذلك حريص على نظافة البيئة أيضا المحيطة بالإنسان، الخالية من الأمراض. فالمرض إذا جاء لا يفرق بين شخص وشخص، وإنما يصيب الجميع إلا من رحم ربي، لأن المرض أذى وعدم النظافة أذى. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإماطة الأذى عن الطريق، وجعل ذلك صدقة. إماطة الأذى عن الطريق صدقة، لا تقم بإلقاء القمامة في أي مكان، وإنما ضعها في مكانها الذي خصص له لها فيه. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أن الله تعالى غفر لرجل أزال غصن شوك عن طريق المسلمين. غصن شوك أزالهم عن طريق المسلمين لأنه أذى. فنظافة الطرقات والأماكن العامة دليل على التقدم والرقي والازدهار. كذلك أيضا حرص الإسلام على تربية المسلم على الطهارة بكل معانيها، تربية المسلم على الطهارة بكل معانيها. الطهارة في العقيدة، طهارة العقيدة من الخرافات، طهارة الأخلاق من الخزعبلات والمنكرات، طهارة اللسان من الآثام، طهارة الجسد والمكان من النجاسات. هكذا ربط الإسلام عبادته بالنظافة، ربط الإسلام عبادته بالنظافة. فالصلاة يسبقها استنجاء ووضوء وتخليل للأصابع وللشعر. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. كذلك الغسل أيضا سبق بتعميم الجسد بالماء مع الدلك، غسل جميع الجسد بالماء مع دلك هذه الأعضاء. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
حريصا على تنظيف أسناني من فضلات الطعام، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك دبر كل صلاة. الإمام النووي رحمه الله يقول: السواك مستحب في كل الأوقات، لكنه يكون في 5 أوقات أشد استحبابا: عند الصلاة، عند الوضوء، عند قراءة القرآن، عند الاستيقاظ من النوم، عند تغيير رائحة الفم. يكون السواك أشد استحبابا في هذه الأوقات. كذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حريصا على أن ينزه الإنسان نفسه من القاذورات. قال: تنزهوا من بولكم فإن عامة عذاب القبر من البول. عامة عذاب القبر من البول، يكون في البول عن هؤلاء الذين لا يستنزهون من هذه النجاسات. انظر، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان طاهرا نظيفا في كل شؤون حياته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. وجميل سيدنا النبي وجميل قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل.